السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة مختارتك، واليوم راح نتحدث عن أول هاتف من هواوي وتحديدا من أونر راح يوصل لنا للمنطقة العربية في ظل الحظر. نعم الحظر ما زال موجود، راح أتحدث عنه بفيديو ثاني إن شاء الله، لكن اليوم راح نحكي ونتكلم عن هذا الهاتف من أونر وتحديدا أونر 20 برو. موعدنا يوم 31/7 عن إطلاق هذا الهاتف بالمنطقة العربية بالعراق وبالسعودية والإمارات وباقي الدول العربية. فبداية ان هذا الهاتف ما شرحت عنه في وقتها لانه كان ما زال الحظر، وكان هذا الهاتف هو من اول الهواتف اللي صاب الحظر لما صارت مشكلة هواوي مع الولايات المتحدة الامريكية، وايضا مع مشكلة الاندرويد او شركة جوجل تحديدا على تزويد تراخيص الاندرويد لهواتف هواوي. ولكن هذا الهاتف الوحيد اللي حصل على ترخيص اندرويد في ظل هذه المشكلة بالكامل، لذلك راح يوصل المنطقة العربية. وراح نتحدث اول شيء عن تصميم هذا الهاتف اللي راح يحمل التصميم الزجاجي من الخلف والامام مع الاطارات المعدنيه. شاشه من الامام تحتل تقريبا 91.7% من واجهه الهاتف، مع وجود الفتحه او البانش هول اللي موجود على الزاويه اليسرى من الشاشه اللي تحتوي على كاميرا اماميه. وهذا هذا التصميم شفناه مع هواتف كثيره من شركه هواوي، وايضا مع شركات ثانيه صارت تستخدم هذا التصميم. ايضا هذه الشاشه راح تكون هي للاسف IPS LCD، وتشير المعلومات الى انه في ظل الحظر كان تم تصدير او تصنيع هذا الهاتف، فبالتالي كان هناك مشاكل مع شركات ثانيه، فما اعرف ليش شركه هواوي ما اخذت الاموليد من سامسونج على الاقل وخلت لنا IPS. ولكن ايضا لازم نعرف السعر بعد معرفه المواصفات وشنو الغايه من هذا الهاتف. ايضا هذا الهاتف مع هذه الشاشة اللي هي تكون بحجم 6.26 انش وبدقة الفول اتش دي مع كثافة بكسلات توصل الى 412 لكل انش، وايضا هذه الشاشات راح تكون محمية بطبقة من ما معروفة طبقة الحماية، ليس من غوريلا جلاس ولكن من طبقات حماية ثانية تستخدمها شركة اونر او شركة هواوي بشكل عام. ايضا هذا الهاتف راح يحمل معالج الكيرن 780، اخر معالجات اللي تمتع بتقنية 7 نانومتر، معالجات اللي حققت ارقام خيالية بصراحة مع منافسة او وجود المعالجات من كوالكوم، فبالتالي هذا المعالج راح يكون متوفر على هذا الهاتف مع وجود بطاقة الجرافيك، وايضا دعم السوفت وير لمسألة الجي بي يو توربو الجيل الثالث واللي راح يحسن لك من سرعة الاداء باستخدام الذكاء الاصطناعي وتشغيل الفريمات بشكل سلس افضل. ايضا هذا الهاتف للاسف ما يحتوي على الاس دي كارد، فالشركه راح تنزل هذه النسخه مع 8 جيجا رام من ناحيه الذاكره العشوائيه، 256 جيجا بايت من ناحيه التخزين. ايضا الهاتف يحمل كاميرات، وهذه النقطه المهمه في هذا الهاتف باعتبار اني اقدر اسميه هذا الهاتف هو عباره عن كاميرا بسبب وجود 4 كاميرات خلفيه، وتحديدا هي الكاميرا الرئيسيه 48 ميجا بكسل، تستخدم مستشعر سوني IMX586، يعني 12 ميجا بكسل مضروبه في 4. ولكن الميزة الموجودة اللي ما لقيناها مع هواتف ثانية هو وجود 3 انواع من التثبيت، فالـ OIS تثبيت البصري، والـ EIS تثبيت الرقمي، والـ AIS او التثبيت عن طريق الذكاء الاصطناعي بحيث معالجة الصور او معالجة الفيديو اثناء الالتقاط راح تتم بعد الالتقاط الفيديو او تصوير فيديو او حتى التقاط الصور، فهذا الشيء جدا مميز ما موجود في كاميرات ثانية مع استغلال هذه العدسة اللي هي من سوني IMX586. ايضا نشير الى فتحة العدسة اللي توفر هذه الكاميرا f1.4، فراح تمكن لك من دخول اضاءة كافية في ظل ظروف معينة، بالاضافة الى الـ AIS ايضا راح يعمل مع مسألة التقاط في الاضاءات المنخفضة او حتى بالتصوير الليلي. 16 ميجا بكسل راح تصور لنا بزاوية الترا وايد ب 117 درجة تقريبا، و8 ميجا بكسل راح تكون هي مخصصه للتليفوتو او لعمليات الزوم، وايضا مزوده مع تثبيت الالكتروني والتثبيت البصري او اي اس، فيمكن لك انه تحصل على 3 اكس زوم بصري وصول الى 5 هجين و30 اكس ما بين الهجين او ما بين البصري والرقمي مع وجود الاو اي اس، فهذه ميزه جدا رائعه من ناحيه تصوير الزوم او استخدام هذه العدسات. 2 ميجا بكسل راح تكون مخصصه على اساس انه تصور امور المايكرو او صور او المجسمات الصغيره لغايه ال 4 سنتيمتر، فبالتالي تحصل ايضا صور رائعه مع 2 ميجا بكسل. نعم هي تكون هي بدائيه وتجربه رائعه تقدمها شركه هواوي مع كاميراتها. بالاضافه ان الهاتف يقدم لنا ميزات الجيل الخامس من البلوتوث، ال NFC موجود لبعض الدول غير معروف اذا تنزل هذه الخاصيه بالهواتف للمنطقه العربيه، وجود التايب سي
عدم وجود منفذ للسماعات، وجود منفذ لدعم شبكتين الاتصال، بالإضافة إلى مسألة أخرى أن البطارية 4000 ملي آم، واللي مع وجود الشاحن 22.5 واط، ولكن هذا الشاحن ممكن ينزل أو يجي مع الهاتف أو لا ما معروف حاليا. واللي يمكن لك مع هذه القدرة 22.5 واط من شحن 50% من الهاتف خلال نصف ساعة، يعني 4000 ملي آم من المفترض أن تشحن له خلال ساعة. فهذه تجربة رائعة مع وجود الذكاء الاصطناعي لكل هذه الأمور، سواء بالجي بي يو توربو لدعم الألعاب، للبطارية، وأيضا للكاميرات بشكل عام. فبصراحة أن هذا الهاتف بهذه المواصفات اللي ذكرناها، السعر المذكور في أحد دول أوروبية وهو 600 يورو، نسخة 8 256 جيجا بايت، ممكن يتغير من ناحية السعر وأيضا الفئات من ناحية التخزين إلى دولنا العربية. فننتظر يوم 31/7 حتى نشوف الحدث الأخير وسعر هذا الهاتف في المنطقة العربية بشكل عام. رأيي الشخصي أن هذا الهاتف مخصص للكاميرات باستثناء مسألة الـ IPS LCD. نعم الشاشة قد تكون هي بعض المستخدمين ما يحبون هاي الشاشات، لكن خلينا نكون صريحين أنه للأسف بعض المعلومات التقنية تكون مغلوطة من بعض، أنه الأموليد والIPS، الأموليد أو الIPS راح تكون بها مزايا، يعني إيجابيات سلبيات، تعتمد كلها مسألة عرض الشاشة على كثافة بكسلات وعلى تشبع أو نسبة تشبع الألوان على الشاشة، اللي راح يمكن لك ممكن تحصل على IPS أو شاشة IPS تكون أفضل من الأموليد. فهذا الشيء حبيت أوضحه بهذا الفيديو. بالنهاية حبيت ما أطول لكم عليكم الفيديو، واعذروني عن الإطالة في الفترة السابقة. إن شاء الله ننزلكم فيديوهات ثانية وفكرة جديدة، انتظروها على القناة. اشترك وفعل زر الجرس لمزيد الفيديوهات القادمة من مختار عراقي بقناة مختار تك. شكرا لكم، في مع الله.